أي شيء، أي شيء تفكر فيه، شاعر به، تشعر أنك تستحقه، يتحقق. يجب عليك أن تؤمن أن كل الخلق، كل اللي ترغبه موجود. وقت التوسل والرجاء والبكاء ملوش لازمة دلوقتي، أنت تستقبل الموجود، تستقبل الخير. You have to accept and believe، تشعر إنك تستحقه بجد. فكر في شيء اشعر بيه جواك، والفكرة جات لك جواك كده إلهام وشعرت بيه جدا كويس جدا، وأنت بنفسك حسيت الكلام ده وشعرت بيه، وأنت تستحق ذلك، هيتحقق في ثانية. لكن اللي عمال يعيط ويبكي ويقول أنا ولا شيء مع ربنا، يا ربي أنا المخلوق الضعيف، يا ربي أنا الضعيف، أنا التعبان، أنت اللي عملت كده في نفسك. قلنا الخلق من مادة القاء واللام هي الخيال، ما دام أنت الخيال دوت مسكت هولد كده، قبضت عليه بالقاف بقى خلق. فكرت في شيء ومسكته كده، حتى بتفكروا في المشاكل وتحدث ليكوا في ثانية لأنك تخيلت وقبضت عليه. هو ده الخلق، هي دي الجنة. هو أنت منتظر جنة تانية في السماء يعني بعد ما تموت؟ أنت تقرأ جنتك هنا، واللي خلقته هنا ده اللي هتعيشه بعد كده. وفي تفكير انك تكون مع المصدر، السعادة مع انك تنضم الورقة بتاعتك دي، تنضم للشجرة بتاعت ربنا. انت كروح ترجع للوحدة، للمصدر ده. انت ما تقدرش السعادة دي. يا ابني انا لما رد عليا ذات العليا او نفسي العليا، انت ما السعادة رهيبة. انا بكتني السعادة، انا دلوقتي ما بكيش، ما فيش حزن عندي ايا كان. انا لغيت العبارات دي خالص من دماغي ومن احاسيسي، واي حزن قدامي لا اتفاعل معه خالص. خلينا في بتوع المشأمة اللي فاكر ان هو راح يتفرتك ويتحاسب على الجنة والنار وهيقع. يا جماعة الجنة والنار هنا، انت اللي بتعملها بنفسك. ولو امنت بعد ما تموت ان في نار، وانت تستحق النار بافكارك السلبية، وانت ما فيش فايدة بقى في اي حاجة، في اي حاجة، انت كده متشائم. ده انت فقدت الامل في اي شيء، ده حتى انت ما توقعتش الشيء الواقعة، توقع الشيء والايمان بيه. صح؟ واي شيء ممكن عند ربنا يبقى كل شيء ممكن بالنسبة لي. واي حاجة بفكر فيها احس بيها واستحقها، لازم اشعر ان استحقها. موضوع الفيديو، اوعى تصغر نفسك، اوعى تعيط ولا تبكي ولا الكلام ده. انت مش موجود انك تقبل، انت قبلت، انت قبلت المدد اصلا من غير ما تطلب. المدد ايا كان موجود، انت مش شايفه عشان انت مش مؤمن بيه. لو ما امن ان كل رغباتك ايا كانت في اي بعد، في اي كون، في اي مجره، في اي لحظه، امنت ان كل شيء موجود، وانا استحق المليون دولار دي، استحق ان انا اكون بصحه جيده جدا، رغم ان انا اعمى، رغم ان انا مكسح، رغم ان انا الكانسر واكل كل ده. فكرك الكانسر ده، الغضب والانتقاد الناس الكتير ده اللي بيخليك كده تاكل في نفسك، ده الكانسر. وعظامك بتتكسر وبتنخر فيك، هو ده فكرك. اللي انت كل ما مسكت الافكار الخبيثه ديت في دماغك ظهرت في جسمك. المرض نعمه، بيعرفني انا فيا ايه، انا الخلل في عقلي فين، الخلل فين. انت هنا عشان تقبل، انت هنا عشان ريسيف، تستقبل كل نعم اللي موجودة.
ايا كان احلامك رغب، لكن انت تقعد تخطط وتعمل ومش عارف ايه. وان كان التفكير المبني على السبب والنتيجه صالح في بعض الاحوال او في معظم احوال الدنيا، بس اساسه انا حلمت ان انا انجح، استحق النجاح، تاخد بالك؟ مش هنتكلم على الحدث دلوقتي، الحدث ده اقصر الطرق لله. قلنا الانتويشن، الهنش، الفكره اللي تيجي في ذهنك، صوت الذات الاوليه، الشعور اللي بتحس بيه دوت. اي قصور ده غياب الجمال، غياب السعاده، غياب الغنى، غياب مش عايز اقول حزن وفقر وتعاسه ومرض، اسمها غياب الصحه. كل ده اسمه غياب التدفق. والوفره لها مجال تاني في الفهم، لكن التدفق انت غالب غالب وما عندكش اي نقص، لانك فاهم يعني حكمه ويعني طاقه ويعني فلو. والفلو انا حكيت فيه على اخر 4 5 فيديوهات انك المقاومه توقف الفلو. فانت خليك مع الطاقه، اقبل سيبها تمر، ده ابسط شيء. وابن جديد، تخيل، اشعر، كلم نفسك العليا. والشعور يا جماعه، انت فاكره ان هو عاطفه مثلا؟ الشعور اهتزاز وتر يديك معنى قبل ما يبقى في عاطفه وحب وكيمياء والكلام ده كله. هو وتر اوتار، تهتز تديك معنى. فالمعنى اللي وصل لك ده اسمه شعور. يعني حتى شعر وشعور شبه الاوتار، اوتار العود واوتار الجيتار واوتار الكلام ده كله، اهتزاز. ها، ده نفسك العليا، الذات العليا. فانتبه لكده. لو امنت ان القوه ديت جواك، يوز ات، استخدمها. الذكاء اللي خالقني وخالق الكون كله جوايا، انت بتخلق كل شيء كامل وانت كامل جوايا. اي حاجه تخلف الروح، يعني الروح دي يعني سعاده، حب، سلام، ذكاء، رضا، جمال، بيس، احنا قلنا السلام، شغف، كل ده حزن، نكد، خيانه، هيفكر فيا الشك الفلاني. ابعد ابعد، ارمي ارمي ارمي، حط الحاجات دي كلها في صندوق كده وارميها. انت ده انت لا تخلق نقص، لا وجود للنقص. النقص اللي انت شايفه في المرض والفقر كل ده وهم، كل ده اعتقاد لكل معتقداتك. انت بتغير رغم ان عقلك والظروف اللي بتقول لك مش كده، اركن عقلك، الثرثره دي لا.